آخذ جزءا من النقود في حال الصرف إذا كانت من نفس العملة، مثل تحويل البرايز جزء من النقود إلى دنانير. يعني في عملة حديدية فضية مثلا، جنيهات معدنية، هل يجوز أن أبيع 100 جنيه ورق ب90 جنيه فكة؟ يعني معدني لا يجوز، لأن في العملة لابد أن تكون يدا بيد مثلا بمثل، هان وهان.